طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت عن طريقة عمل الصواريخ العابرة للقارات البالستية، أو كما تسمى اختصاراً ICBM؟ الصواريخ البالستية عبارة عن مقذوفات تتبع مسار، وتكون مزودة بقوة دفع في البداية، وعندما تصل لقمة منحنى المسار تسقط تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط. قد يبدو عملها بسيطاً، لكنه في الواقع صعب جداً يا رفاق. فهنالك 5 دول فقط قادرة على ضرب أي مكان في العالم بالصواريخ البالستية. تكمن الصعوبة في موازنة توزيع الأحمال، فإذا أردنا أن يقلع الصاروخ لمسافة أبعد فلا بد أن يكون وزنه أقل، لكن أيضا سنحتاج للوقود حتى نتمكن من الوصول لمسافات أبعد، ناهيك عن وزن الرأس الحربي الذي سيحمل المتفجرات. ولحل هذه المشكلة تعمل الصواريخ البالستية بعيدة المدى على عدة مراحل ليتخلص الصاروخ من الوزن الزائد ويصبح أخف. اكتشاف الصاروخ البالستي ليس بالأمر الهين، فعندما يطلق الصاروخ يجب أن يكتشف في مرحلة انطلاقه قبل فوات الأوان، ويتم ذلك عن طريق قمر صناعي كاشف للأشعة تحت الحمراء الذي يستطيع أن يكشف الطاقة الحرارية في طيف الأشعة تحت الحمراء الغير مرئية للبشر. بعد ذلك يرسل إشارة لقمر صناعي آخر مخبرا إياه بقدوم الصاروخ، فيقوم قمر الاتصالات الصناعي بتتبع الصاروخ، وبما أنه سيصبح مجرد مقذوف يستطيع التنبؤ تقريبا بمكان سقوطه. إيقاف الصواريخ البالستية لا تقل صعوبة عن تصنيعها، فالطريقة الوحيدة لإيقافها هي عن طريق إسقاطها بصواريخ معاكسة. فكر بالموضوع كأن أحدهم يحاول إصابة رصاصة برصاصة أخرى.